حياكم الله وأهلا وسهلا بكم مجددا بحلقة جديدة من برنامج متداول فيه ومتابعة لأبرز الأحداث العراقية والعربية والدولية المتداولة عبر منصات السوشيال ميديا والتي حققت تفاعلا وانتشارا واسعا خلال الساعات الماضية رصدناها لكم. دعوني بداية أنوه عن بعض من تلك القصص التي سنشاهدها خلال الوقت القادم من خلال هذه العناوين. الفنان سامي قفطان ينفي شائعات وفاته عبر مقطع فيديو. اتهام مواطن بالتجاوز وإزالة مصدر رزقه الوحيد. الفرق بين شوارع العراق والإمارات يشعل الجدال مجددا. انتشر خبر وفاة الفنان العراقي سامي قفطان عن عمر يناهز 79 عاما بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة والجروبات وبعض الصفحات الوهمية انتشرت كالنار في الهشيم، مما زاد تساؤل العديد من النشطاء حول تلك الأخبار المنتشرة. وتصدر وسم وفاة عميد الممثلين العراقيين سامي قفطان محركات البحث الشهيرة ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حيث لم تعلق أي جهة رسمية أو مصادر مقربة من الفنان العراقي سامي قفطان حول حقيقة ما حصل من تلك الأخبار المتداولة بهذا الشأن، حتى خرج الفنان سامي قفطان عن صمته وأنهى هذا الجدال وتلك الشائعات حول وفاته عبر مقطع فيديو. فماذا قال؟ أعزائي الجمهور الكريم، الطيب الوفي الرائع المخلص، الحقيقة بدافع أو بغير دافع ما أعرف شنو سوى لي هذه الشغلة. صار يومين يعني ما نايم إطلاقا من الأربعاء البارحة إلى اليوم، المكالمات انهالت علي من كل صوب وحد تسأل عني، وهذا شرف كبير إلي. أكرر الشكر لهم، أنا الحمد لله والشكر. اليوم 11/9 اليوم السبت 2021، أني أتمتع بصحة الحمد لله والشكر، فضل من رب العالمين. والموت حق لكن لكل منا أجله، الحمد لله والشكر. أكرر شكري للجميع وأقول شكرا للي نشر هذا المنشور، ما أقول له شيء يعني، سامحه، الله يسامحك، الله يسامحك، الله يسامحك يا أخويا. ماكو داعي لهالأمور هذه، يعني إحنا كم واحد يعني، ماكو داعي تقلق الناس ذول الباقين. عموما الحمد لله والشكر على كل شيء، وأكرر شكري للجميع وأقول لكم أنا بصحة جيدة الحمد لله والشكر. أخوكم سامي قفطان، واليوم أؤكد يوم 11/9 2021. مع السلامة. الفنان سامي قفطان ممثل تراجيدي عراقي من مواليد 1942 من المدينة النعمانية في محافظة واسط، قدم العديد من الأعمال الفنية سواء على صعيد السينما أو المسرح أو التلفزيون أو الإذاعة، وحاله حال أغلب الفنانين الذين يتعرضون إلى مثل هكذا إشاعات أو شائعات من مصادر مجهولة تتسبب بالأذى النفسي والقلق لعائلة الفنان وأصدقائه ومحبيه. وكانت هناك ردود أفعال كثيرة انتقدت ما حصل وأسباب إطلاق هذه الأخبار المزيفة، وكانت ليلى علي من بين الذين عبروا عن رأيهم حول ما حصل. تقول ليلى علي في تعليق لها حول الشائعات التي تتعلق بوفاة الفنان سامي قفطان، تقول: ثقافة وهدوء وحب رباني عجيب بهاي الناس القديمة، الله يوفقك ويطول بعمرك بحب هذا الشهر الفضيل. أيضا هناك تعليق آخر من محسن علي: اسمع كلامه شلون مرتب، لو واحد من ذولا جماعة 2000 وهسه كان قام يفشر ويغلط على اللي نشر الخبر المزيف، وبالأخير يطلع هو اللي ناشره بصفحة وهمية. تعليق آخر من فرات يقول: فرات ما يبطلون سوالفهم، ناس تحب شكو دا تطلعون هالأخبار الكاذبة، حرام الناس تطلع إشاعات هيك، طيب شنو مأذيهم الشخص؟ مستعجلين على وفاته، ما يخافون على شعوره وشعور أهله أولاده أصحابه لما يسمعون أنه مات وهو بكامل صحته. أيضا تعليق من حسين محمد يقول: للأسف من هاي الجروبات، يعني قبل شوية استغربت من شفت حضرة الأستاذ ناشرين بخبر وفاته، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ربي ينطيك الصحة والعافية. شاب عراقي وهو أب لطفلين، منذ أعوام هو يحاول البحث عن مصدر رزق ومأوى يعيش فيه مع عائلته الفقيرة، وبعد محاولات كثيرة منه أوجد له القدر من يساعده أخيرا.
رجل خير قدم له فرصة للعيش على أرضه المملوكة ملك صرف، وسمح له بافتتاح مشروع صغير يعيله وأطفاله على مصاعب الحياة. لكن ما هو الشيء الذي جرى وقلب حياة الأب رأسا على عقب؟ باختصار، ومنذ أيام تعرض منزل الشاب إلى الهدم والتكسير والإزالة من قبل عمال البلدية، وسبب هو اتهامه بالتجاوز وسرقة أرض تابعة للدولة، ما دفع العاملين في البلدية يتوسطهم الشفل إلى هدم فرنه الصغير وهو مصدر الرزق الوحيد لهذا الشاب، وهدم منزله أيضا الذي هو عبارة عن كرفان بسيط شيد على قطعة أرض أصولية تابعة للرجل الذي قدمها كهدية له وهي ليست للدولة، وهناك سند بذلك بحسب كلام هذا الشاب عبر مقطع الفيديو. سعد المسؤولين رئيس الوزراء على هاي الحالة تصير فينا، احنا ناس فقرة لا عندنا حد ولا أكل، وقاعدين هنا بأرض مع الرجل نعطينا كرفان سوينا كرفان ودنا ترسخ حطت النور واخبط وترسخ الآن جهار، وهذا الحالة قدامك شوف فلشونه وهي جهار هنا الحبيب شوف يصير هاي الحالة، لا احنا متجاوزين لا أبد، احنا قاعدين بأرض رجل منطيانة آن الجهاري حاطين كرفان ده ترسخ فلشونه دمرونه، لا عندي سكن لا عندي أهل أروح يمهم، هذا رجل خلفل عليه منطيني هاي الجاعة وساكن بيها أنا لا يكسر، هاي الحالة تصير شوف هاي الحالة تصير هاي الحالة شنو هاي الحالة تصير تصير فينا بالفقراء ما حد يبى علينا، شنو نهجم من العراق نروح لغير دولة نقعد بخيم ونسكت فهمونا شنو وين نروح يلا حتى هذا صار كله التفريش والغراب مالتي والحاله منو فلش من التنور والسقيبه قلت لي ها هي يقولون طلعوا الجهه خلى فلش السكن وفلش السكن بعد فلش الغراب كله جديد يوم سويناه مره ثانيه وهم فلشوا يقولون هاي قعمه الدوله هي ذيك قعمه الدوله هاي قعمه المواطن واللي يثبت هذا الرجل خلاني هذا السند خاف يجيني احد هذا السند هذا السنة خلاه مال الجاع يقول ولا متجاوزين ولا بد ليش تبشونه شو مسوي نحن اني ما اناشد رئيس الوزراء والمسؤولين وهموم اهلنا كلهم اريد يطلعوا لي حقي انا شو بدي اجي اشيل الدرد امين بصرخات استغاثة انهمرت الدموع والبكاء من الذين تفاعلوا وتأثروا مع حالة هذا الرجل ووالد الطفلين، اشتكى للعراقيين وكذلك للسيد مصطفى الكاظمي عبر تسجيله لمقطع الفيديو الذي شاهدناه، طالب من خلاله بتحقيق الإنصاف والعدالة له ولأطفاله واسترداد حقه. الأب ضاقت به الدنيا وما فيها بعد تشرد زوجته وأطفاله في الشارع ولم يجد مأوى آخر يلجأ إليه، فأطفاله كما رأينا افترشوا الأرض بعد أن غاب أو غلبهم النعاس، ولسان حالهم ما الذنب الذي اقترفناه؟ فهل وصلت إلينا جميعا رسالة هذا الأب الموجوع والمفجوع؟ لنتابع بعضا مما غرده المتابعون في السوشيال ميديا حول هذه الحالة التي تابعناها الآن، والبداية مع أم مصطفى التي قالت معلقة عن ظروف هذا الرجل: منا يا الدنيا غالية وشغل ماكو وظروف صعبة وجايهم شتاء صدق كذا بيحجون، وين تروح هذه الأطفال؟ بلد بي نفط ومنعمين بس المسؤولين والشعب عريان وعلى رغيف الخبز لاحقينه، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. تعليق آخر من أبو آية الحشيمي يقول: الكاظمي قال الحملة ما تمس الفقير، عاد هذا شنو؟ بيكم قوة تروحون تهدون عمارات المسؤولين المخالفين لو بس قدرتكم على الفقير. أبو الشفل إش قال الروحة من فلش بيت هذا الفقير؟ يعني ماكو غيرة ماكو إنسانية؟ حكومة هاشتاك التفليش وين راح توصلون بينا بعد؟ أيضا تعليق آخر من نجاح القرغولي يقول: هذا تالي اللي يتجاوز، يعني معقولة عندك سند أصلي والحكومة تجي تفلشك وإذا أنت ما عندك لا بيت ولا أهل تسكن عندهم، فعلى شنو مخلف جهال اثنين وهسه جاي تناشد وتبكي لان رموا بالشارع؟ صراحه اني ما اتضامن معك، والحكومه لها حق
ملينا من التجاوزات، كافي. تعليق آخر من كريم محمد يقول: كريم، إلى متى هذا الاستهتار بالفقير؟ ألا لعنة الله على هذا الجاي يصير؟ لا ترحمون ولا تخلون رحمة الله تنزل. بالله شنو ذنب الأطفال وين يروحون؟ احترق قلبي عليهم، تخيلت أنا وأطفالي مرميين بالشارع، يا ويلكم من الله. فتاة في مقتبل العمر أحبت شابا، وكانت حلقة التواصل بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدها تطور الأمر وتطورت العلاقة ليأخذ رقم الفتاة، رقم هاتفها، ويستمر هذا التواصل بينهما. وفي يوم ما طلب هذا الشاب أن ترسل الفتاة صورها له بحجة أنه مشتاق لرؤيتها، وبعد إصراره وافقت الفتاة على إرسال بعضا من تلك الصور، وهنا وقعت الكارثة المعتادة والمتوقعة. الشاب وللأسف قام بابتزاز الفتاة وتهديدها بنشر صورها على منصات التواصل، ولم يكتفي بهذا القدر فحسب، بل أيضا شارك أصدقائه بهذه الجريمة، حيث تعمد إرسال صور الفتاة إلى أصدقائه الأربعة، وجميعهم حاولوا ابتزازها وتهديدها بعملية ابتزاز جماعي. الضحية لم يكن أمامها خيار آخر سوى اللجوء لصاحب فكرة خزان الستر الذي تحدثنا عنه في حلقة سابقة. فماذا فعلوا مع هذا المبتز ومع تلك الفتاة؟ أكو بنية طلب الشكوى ضد 5 شباب، الصور متداولة بيناتهم من واحد لواحد، وصاروا يبتزوها، فتم حضور 5 وتم أخذ تعهد واعترفوا، وحاليا راح يتم تكسير الموبايلات، كل من يكسر موبايله بيده. تعال انت اول واحد كسر موبايلك، كافي كافي، ذبه وخر، انطي شاكوش اللي وراك، تعال انت الوراء ذب موبايلك، اضرب لي بالعكس، اقف اكسر موبايلك، اضرب بالعكس اضرب بالعكس، دي غاد ايش مره التشاكوش صاحبك، اقلبه لي قدام، اقلبه هيك، اصبر لا تسرع، اقلبه بالعكس، دبه جوا، انطي التشاكوش لصديقك، اقلبه عليه، يلا اكسر، اقلب على ظهره، طيب شاكوش لصديقك، اشمره جوا، شكرا. خزان الستر صاحبه يعرف بالمحارب الشجاع، هكذا يصفونه، وكان له باع طويل في محاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، واليوم هو مناهض لأي حالة ابتزاز إلكتروني في المجتمع، واسمه سلمان الدرة. قيل أنه من مدينة الأنبار، وغيرته على شرف العراق وبناته دفعتاه للمشاركة بالحد من ظاهرة الابتزاز الإلكتروني. الخزان ومع تكرار القبض على مبتزي الفتيات أصبح مليئا بهواتف المبتزين وبما يقارب 200 حالة ابتزاز، حيث يتعمد سلمان صاحب فكرة الخزان إجبار المبتز على كسر هاتفه النقال ورميه في ذلك الخزان بعد أخذ تعهد خطي منه بمسح بياناته وعدم تهديد الضحية مرة أخرى. والعملية جميعها تتم بسرية تامة للحفاظ على هوية الضحية والمبتز، حفاظا على النسيج المجتمعي. وحول هذه الحادثة رصدنا لكم ردود فعل واسعة في الصفحات المحلية وعبر منصات التواصل الاجتماعي، واخترنا لكم جانبا من تلك التعليقات. والبداية مع عمار الجريصي، يقول: عمار، خوش مبادرة، بس لازم تتوعى البنات وما توقع بهيك مشاكل، إلها أول وما لها تالي. هلا هلا بسمعتكم وأهلكم، يعني شنو اللي فاتكم هسه غير الرعب والفضيحة؟ عمي استشنوا بلا حب ولا سخام،
واللي تريد خلي تتزوج وتفكنا من مصايبها. ايضا هناك تعليق اخر من مصطفى رعد، يقول مصطفى شوفوا العراقي يبقى غشيم لو بعد 1000 سنة. هسه انت كسرت الموبايلات وشمارتهن، طيب عندك علم اكو شيء اسمه حساب اي كلود يقدر يفتحه من اي مكان ويسترجع كل اللي موجود بالموبايل؟ هناك ايضا تعليق من خالد جمال، جزاكم الله خير، لكن سؤالي للشخص اللي يبتز بنات العالم، يرضى هذا على امه او اخته؟ وانت عيوني عبالك يحبك بالتليفون وغزل وكلام معسول؟ لا، لو يحبك كان دق باب بيتكم وطلبك امام الله والناس، ما قاضيها بالسر والبوقي. ايضا هناك تعليق من حسن الكناني، يقول حسن بهذا الوقت الكل شايل تليفون، بس مو الكل منهم شايل اخلاق ومتربي. الصوت مو بس بالشاب، البنات هاي الايام كلش مراهقات، فلازم تصير متابعه من قبل الاهل والتليفونات تراقبوها حتى البنت ما تطيح بمشكله كبيره ويا خوفنا من الجاي. حلم كل مواطن أن يعيش برفاهية وأن ينعم بالخدمات والأمان في بلده، والعراقي كحال أي مواطن بأي دولة كانت، ولربما أحلامه تكون بسيطة للغاية، مثلا يريد فرصة عمل أو مستشفيات أو شوارع مخدومة. نعم الشوارع، وبالتأكيد لا يوجد بيننا من يستغرب ما نقوله. ناشطون في منصات التواصل الاجتماعي تناقلوا مقطعا فيديويا مصورا لمواطن عراقي خلال سيره بعربته الخاصة في شوارع الإمارات اندهش مما رآه هناك. فبدلا من السايد أنشأت الحكومة في الطريق الواحد أكثر من 8 سايد وجسور أيضا، وذلك من أجل تخفيف الزخم على مواطنيها وسعي وراء راحتهم أثناء القيادة. وفي ذات الوقت وجه المواطن رسالته إلى العراقيين وحكومته متسائلا، ليش ما تسوون مثل هاي الشوارع؟ يعني صعبة عليكم؟ لو ما نستاهل؟ وهكذا تحدث. لنتابع. السلام عليكم حج أحمد الموفق، شلونك يا الحبيب؟ لك هسه شارع أريدنا مثل هذا، شارع هاك 1 2 3 4 5 6، لك 6 سوايد، لك قحط وكل زحمة ورسول الله زحمة، هسه شنو ناس يسوون شوارع؟ والله لك ما يستحون، لك لا مستشفى، لك لا شارع، لك ايش بيهم ذولا؟ من ابو ظبي لدبي 180 كيلو 7 سوايد، الله شاهد هسه شوي اخف صار 6 8 سوايد، ايش دعوة يعني ذا يسوون لنا شارع حلو؟ ما نستاهل، ايش قلبها قوم من عندنا فلوس؟ يا خيك والله مظلومين، دحاجيهم فجوة حياتي. حج احمد، وما ان اوصل له هذا المقطع الفيديوي للعراقي المغترب في الإمارات بعد تساؤلاته عن سبب عدم امتلاك العراق هكذا شوارع نظيفة ومتطورة، أراد الحج أن يوثق بعدسته إنجازات حكومتنا ويثبت للمواطن المغترب أن الحكومة لم تبني لمواطنيها 6 أو 7 جسور، لم تنشئ أو سايد، بل الأمر تعدى إلى التراب فقط. كيف نشاهد؟ السلام عليكم استاذ احمد، شلونك حبيبي؟ ابشرك رجعت للعراق، وهاي نزلت بمطار بغداد، وصلوات على محمد. شوف الشارع شلون مقطوع، ونزلنا ودندعينا امس، ردنا 8 سوايد وما شاء الله سوونا اياها 8، ما قصروا، سووها 10 مدى 15 على التراب. يا حبيبي ألف الحمد لله، ألف الحمد لله، كلكم صديق جميل، كلكم شارع شجاكم. إذن المواطن تهكم وسخر من واقع البلد والخدمات المقدمة فيه، ونقل مأساته في ظل الفقر وسوء الخدمات وقلة العمران والتطور في البلاد. فبينما ميزانية العراق تبلغ أكثر من 103 مليارات دولار، نجد في مقابل ذلك ميزانيات دول أخرى منها الإمارات تبلغ 15 مليار دولار فقط، ولكن شتان ما بين البلدين.
ناشطون تفاعلوا مع المقطعين بردود اقتنصنا لكم جانبا منها، ونبدأ مع عصام الشريفي. يقول عصام الشريفي عن هذه الحالة: العراق بعد أن كان مثال يقتدى به والكل تباوع عليه وتنافسه وتريد تصير مثله، الآن قمنا نتحسر نصير مثل الدول ونتطور. إحنا لحد الآن ننتظر الكهرباء والماي والإنترنت والمستشفيات والشوارع، فحسبنا الله ونعم الوكيل عليكم، رجعونا لزمن قريش وأبو لهب. تعليق آخر أيضا من محمد صيدان يقول: شوارع ولا أروع، بالعافية عليهم ناس أوادم، إحنا شعب نايم وأحزابنا عاثت في الأرض فسادا والخلل بينا إحنا، ظلينا ساكتين الحين ما تمكنوا منا. وصدق من قال: العراق فقاعة مو أكثر، وهاي هي النتيجة على حد قوله ووصفه، العراق ليس بفقاعة أبدا. عموما تعليق آخر من عبد الرحمن المعاضيدي يقول: عبد الرحمن ليش تسوون مقارنات من أصله؟ دبي وين والعراق وين؟ وبعدين أقول لكم الحكومة إيش تقدر تسوي؟ خل تسوي. البلد نخر الفساد والدول تكالبت عليه، ناهيك عن الصراعات والفقر والإرهاب، وطبينا بحرب وفتنا بحرب وهكذا. فالخلل مو بس الحكومة، حتى المواطن إلى حصة من حال العراق اليوم. هناك تعليق من نور الهدى تقول: أويلي طبعا أنا حاملة شهادة دكتوراه وللآن ما متعينة، مستعدة أشتغل خدامة بدبي بس أعيش هناك وطز بالشهادة، ما استفاديت من عندها شيء. دبي هم يحترمون المواطن وتشعرك بإنسانيتك وكرامتك، وهم حياة حلوة وفلوس وأمان، وحكومتهم متوفر كل شيء لشعبها، وتحس بيهم مو مثل ضيمنا. من منا لا يسعد بلحظة عثوره على أشياء ذات قيمة أو مبلغ مالي ضخم، مثلا عند تواجهنا للعمل أو أثناء عودتنا للمنزل في الطريق، وأحيانا نظن أن هناك بابا انفتح علينا وسيرسم من خلال ذلك الباب مستقبلا جديدا وسنستبشر خيرا منه. لكن هل سنقرر أن نحافظ أو نحتفظ بالمال الذي وجدناه؟ إذا وجدناه طبعا، أم سنفكر في كيفية إعادة المبلغ لأصحابه؟ فمهما كانت الأجوبة، قد يتساءل المشاهد ما دخل هذه المقدمة بقصتنا لهذا اليوم. فبعيدا عن الحالات السلبية التي نرصدها في مجتمعنا بين يوم وآخر للأسف، اليوم رصدنا مقطعا فيديويا بطله صاحب تاكسي، سائق سيارة تاكسي لا يملك من المال شيئا إلا ما يسد معيشته اليومية، وفي يوم ما خرج إلى عمله كالمعتاد، فصعد معه رجل مسن يحمل بيده كيس صغير، وعندما قرر الراكب النزول نسي أن يأخذ الكيس معه فتركه في السيارة على المقعد دون أن ينتبه، وفي لمح البصر غاب المسن عن الأعين في الوقت الذي انتبه السائق سائق التاكسي أن هناك كيسا بداخل السيارة، فحمله بيديه وفتحه ليصطدم بوجود مبلغ مالي ضخم جدا في ذلك الكيس. صدمة تسببت بارتباك وذعر لذلك السائق، فكيف تصرف وهل أعاد المبلغ أم لا؟ لنتابع ما الذي حصل في هذه القصة. هذا الإنسان اللي لقى المبلغ 9 ملايين مالتي، سائق تاكسي والتاكسي مالته تعبانة واشتغلت العالم، إنسان شريف وخابر أختي، ناشر أختي وناشرين إخواني وناشرين ولد عمي كلهم، حصل رقم أختي وخابرها وأختي خابرتني واتصلت بالشخص هذا، وهذا الإنسان طاهر وشريف ومؤدب ومن أوادم، وواحد يقول بالتعليقات، واحد يقول لي راح لو كان مليون ياخذ الاسترا، واحد ما ادري ايش يقول لي من هاي التعليقات، بس طلع ابن اوادم وصاحب ما قصر والله، وامه وابوه ميتين، الف رحمه روح اهله، المكافئ الله، هذا شيء انت صاحب بس المكافئ الله، يما الله اكثر والله العظيم تنزل على روح امك وابوك، وهاي الفلوس نفس ما هي، نفس ما هي العلاقه وضمانتها، هذا اللي فلوسي للناس الشرفاء، لاني 9 ملايين، هذا اللي 9 ملايين، صوري لاني 9 ملايين، انسان شريف طار ورجع لي انا سائق تاكسي ومحتاج ويشتغل عند العالم، رحم الله والديك، ما قصر قلبك، الله يحفظ شبابك ان شاء الله، رحم الله والديك قلبك، الله يسلمك، وضامن عند صديقه، الصديقه بهاي الخدمه.
9 ملايين دينار عراقي هي قيمة المبلغ الذي أعاده هذا السائق سائق التاكسي إلى صاحبه. فأثناء تصفحه في منصات السوشيال ميديا رأى منشورا في عدة صفحات لعائلة هذا الرجل الذي فقد المال أو نسيه في التاكسي، وهي تخبر عن حادثة فقدان المبلغ المالي. وهنا قرر السائق التواصل معهم وإبلاغهم أن المبلغ عنده وسيرده إليهم كاملا على الفور. المقطع هذا وما أن انتشر عبر منصات التواصل حتى أثلج قلوب العراقيين وتفاعلوا معه عبر مشاركتهم لهذه القصة بصفحاتهم تحت عناوين كثيرة. السائق يتيم الأبوين ويسكن في منزل للإيجار، ورغم فقره وحاجته للمال إلا أن حاجته تلك لم تدفعه لأخذ شيء من المبلغ المذكور، وهذا المبلغ خصوصا ليس ملكه، وهذا ما أثار إعجاب الناشطين وتفاعلهم معه عبر هذه الحادثة. وهناك كومنتات وردود أفعال كثيرة، اخترنا لكم جانبا منها، وهذا تعليق مع ممدوح يقول في تعليق له، يقول ممدوح الرياضي: هذا العراقي اللي كانوا أهلنا يسولفون عنه طلع بعده موجود، بارك الله بيك وبحليبك الطاهر. هاي نسخة للحرامية، مدنيين كانوا أو سياسيين. تعليق آخر من محمود الخزاعي يقول: محمود بارك الله بي ويكثر من أمثاله، لو غير واحد ما يرجحن، خطية ظل صافن عباله ينطونه 10% من قيمة المبلغ مثل الأفلام المصرية. تعليق من أبو علي المرسومي يقول: هذا بن حلال وعزيز نفس، ربي يوفقه إن شاء الله ويعوض الصحة والعافية، يا حظي ما تنطيك رامية وتفرح جهالة مدام تعرف بي يتيم وحالته تعبانة، إيش قد فقر ويابس. تعليق آخر من محمود يقول: محمود يا جماعة شو عندي إحساس غريب، يقول السائق متندم على رجعتهم بس هو انجبر على مود يطش ورجعهم للفلوس، صح؟ أنتوا شو تقولون؟ أما الآن وبعد هذه القصة، ما زالت لدينا الكثير من الأحداث والحكايات التي شكلت رأياً عاماً وتداولاً عبر منصات التواصل سنشاهدها لاحقاً، لكن دعوني بداية أكشف لكم عن عناوين تلك القصص من خلال هذا المرور السريع عبر هذه العناوين. إسرائيل تعلن القبض على 4 من السجناء الهاربين. أصالة نصري تتزوج من الشاعر العراقي فائق حسن. وهاتريك ميسي الخرافي يكسر رقم بيليه بعدد الأهداف. سجن جلبوع الإسرائيلي الشديد الحراسة والهروب الكبير وحفرة الحرية وقصة السجناء الفلسطينيين التي وصفت بالبطولية أصبحت حديث منصات التواصل والخبر الأكثر متابعة. فبعد حلم الهروب الذي راود السجناء 6 لسنوات طويلة، تمكنوا من الهروب أخيرا عبر الحفرة الشهيرة التي أصبحت على كل لسان، فتنفسوا الحرية خارج أسوار السجن لأول مرة بعد سنين طويلة. لكنهم لم يتمكنوا من التقاط أنفاس الحرية لأكثر من 4 أيام فقط، حتى أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن 2 من الفلسطينيين 6 وهما يعقوب قدري ومحمود العارضة جرى توقيفهم ليلة الجمعة في شمال إسرائيل بالقرب من مركز تجاري حيث كانا يبحثان عن الطعام، ولم تمضي سوى ساعات حتى تم القاء القبض على سجينين آخرين وهما زكريا الزبيدي ومحمد قاسم عارضة بينما كانا يختبئان في مرآب للشاحنات. جبش نزلوا ناس سيارة. شو؟ أنا ما ضلت شوف شو؟ الطفي كتل. هذا حرام. شو مبين؟ مش عارف. شفت شوف شو كلهم شردوا. شو اسمك وفي هيل؟ كين عقوب ايه؟ عقوب محمود قدري. محمود قدري؟ كين انت اللي هجيت؟ اه انا. انت اللي هجيت؟
بقي الأسيران مناضل يعقوب انقيعات انفيعات وأيهم فؤاد كممجي هاربين حتى هذه اللحظة، وبدأت مطاردة الهاربين الستة بعملية واسعة النطاق استخدمت فيها الطائرات الدرون الاستطلاعية والمروحيات، وكذلك نشر التعزيزات العسكرية والمفارز الأمنية، وقيل أنه تم اعتقال أقارب السجناء، والحديث موصول بالوشاية بالسجناء والإبلاغ عنهم من قبل عائلة فلسطينية، في حين يعتبر هذا الهروب هو الأول الذي تشهده السجون الإسرائيلية منذ 20 سنة، وحدثت نتيجة ما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه نتجت من سلسلة من الأخطاء الفادحة وقع فيها بعض المسؤولين الإسرائيليين. من جانب آخر أشادت فصائل فلسطينية بعملية الهروب من السجن الإسرائيلي واصفين ما حدث بأنه عمل بطولي. أما المتابعين لهذه القصة وبعد إلقاء القبض على 4 من السجناء الفارين كتبوا مئات التعليقات، اخترنا لكم جانبا منها، والبداية مع تعليق لسلام حامد يقول: سلام، خبر مؤسف، لا يجب علينا أن نظهر الحزن، والله المستعان، هذا ما يوده أعداء الأمة، ابتسم في وجه عدوك لتفقده لذة انتصاره. أيضا هناك تعليق آخر من حسام الغزاوي: ما يستاهلون تلك النهاية، لكنهم أبطال بالحق، ورغم أنهم تم إلقاء القبض عليهم لكن لذلك سيبقى التاريخ يذكرهم. فالانتصار ليس مشروط بأنك تغزو أو تحتل، الانتصار أنك تجد من رحم الأمهات تخرج أبطال تصارع الاحتلال، والمسلم ولود لا يتوقف عند حد لطريق الحرية. تعليق آخر أيضا من ابنة العراق: الأبطال هم من يصنعون المجد والعزة وينتصرون على الأعداء، دائما هناك بداية ونهاية، رغم مرارة الموقف يبقى الأمل موجود والنصر قريب بإذن الله تعالى. تعليق آخر من علي حسن يقول: ما شاء الله الخيانة مشتغلة على قدم وساق، كيف للصهاينة معرفة أماكنهم؟ لولا وشاية معارف الأسرى بهم الله يفرج عنهم وعن كل فلسطين. من النادر أن يحافظ الفنان على زواجه والاستمرار مع شريكته أو بالعكس، وإن استمرت العلاقة فهذا يعني مدى التفاهم والانسجام الكبيرين بينهما. أصالة نصري واحدة من بين عشرات الفنانين الذين تعددت زيجاتهم، وكانت آخر زيجة للنجمة أصالة نصري من المخرج طارق العريان، وجاء الطلاق بعد زواج استمر 12 عاما. وتداولت منصات التواصل خبر زواج الفنانة السورية أصالة نصري للمرة الرابعة، ولكن من هو هذا العريس الجديد؟ هذه المرة المعلومات أكدت أن عريس أصالة نصري هو مدير أعمال الفنان ماجد المهندس والشاعر العراقي فائق حسن، وهذا الزواج على أساس أنه جرى في تكتم تام، ولكن هذا الكتمان لم يدم طويلا في عصر المعلومات الرقمية وسرعة انتشارها، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بزواج وطلاق ووفاة الفنانين، حيث تسربت بعض الصور التي تجمع أصالة نصري مع فائق حسن، بالإضافة إلى مقطع فيديو قصير تظهر فيه أصالة وهي تقول: صرت شنتكم. جن، أنا أعشق جن، قلت له شو؟
ما اعرف شو تقولها. يعني بعدين صرت شنتنا انت اخترت شنت اي شنت عارفني قرب لعني انا اعشق جن قلت لها شو ما اعرف شو تقولها. يعني بعدين صرت شنتنا انت اخترت شنت اي شنت عارفني. أصالة وخطيبها تزوجا بعدما شعرا بتقارب وجهات النظر بينهما وشعور كل منهما بالارتياح للطرف الآخر، وإن الزواج تم بشكل رسمي لتصبح الزيجة الرابعة للفنانة الشهيرة أصالة نصري. وبحسب الأخبار المسربة فإن الفنانة أصالة حاليا مع زوجها في السعودية على أن يعود إلى مصر يوم الأربعاء المقبل لحضور افتتاح مطعمهما في أب تاون كايرو لتقديم الوجبات اللبنانية، في حين انهالت التعليقات الكثيرة حول زواج الفنانة أصالة نصري من الشاعر العراقي فائق حسن. وإليكم جانبا من تلك التعليقات، والبداية مع آزاد الآغا الذي علق عن هذا الخبر يقول: أصالة نصري تؤمن بالوحدة العربية والتلاقي بين الشعوب، أول زوج أيمن الذهبي سوري وأنجبت منه 2، ثاني زوج طارق العريان ومصري وأنجبت منه 2، وفي زوج آخر ما عندي معلومات عنه والآن عراقي، ونحن في الانتظار بعد الحاج متولي صار عندنا الحاج أصالة. تعليق آخر أيضا من شوشة تقول: صرتي منا خي بعد ما وصيك، أهم شيء تقعدين من الصبح قبل لا يروح للدوام سوي له ريوق معتبر، ترى العراقي يزعل يطلع بلا ريوق، ولا تطلعين أسراره. ها أيضا هناك تعليق آخر من كالاكاواكا البصراوي: طبعا زواج مصالح، هكذا يكون زواج الفن مصلحة، وبعدها الانفصال والبحث عن آخر لتستمر المسيرة الفنية والشهرة. تعليق من علي المعماري يقول: والله أصالة إش قد شفتي ضيم من رجالك السابقين، العراقي راح يشوفك نجوم الظهر أكثر منهم بعشر مرات. حتى لحظة انطلاق صافرة مباراة بوليفيا والأرجنتين ضمن تصفيات كأس العالم، كان أسطورة كرة القدم البرازيلي والجوهرة السوداء بيليه كان يتربع على عرش هدافي العالم بأعلى رصيد أهداف سجلها مع منتخبه في المباريات الدولية ب 77 هدفا، حتى جاء ميسي وقال: لا كفى يا بيليه وعذرا منك فأنا موجود وسأتفوق عليك. وفعلا تمكن نجم نادي باريس سان جيرمان الأرجنتيني ميسي من الإيفاء بوعده بتحطيمه رقم الأسطورة البرازيلي بيليه كأكثر من سجل أهدافا مع منتخب بلاده في أمريكا اللاتينية. وسجل ميسي ثلاثية في مرمى بوليفيا أشعلت الجماهير عبر منصات التواصل ليرفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 79 هدفا، متفوقا على بيليه الذي سجل 77 هدفا خلال مسيرته مع البرازيل. وعلى صعيد الأندية تمكن ميسي من تسجيل هدفه رقم 644 مع برشلونة في ديسمبر الماضي، وهو أكبر عدد بالنسبة لنادي واحد، إلا أن نادي سانتوس البرازيلي أكد أن بيليه تمكن من تسجيل 1091 هدفا في المباريات الرسمية والودية. وهذا يعني أن بيليه ما يزال في قمة الهدافين في مجمل الأهداف التي سجلها. قدم مستويات مميزة اللاعب رودريغو ديبول، كرة منقولة في وسط الميدان، لدينا هنا نقلة، ميسي عند كرة، يا سلام، الله 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 الله، يعانق الخيال، نعم هو كذلك دائما، يعانق المتعة، يعانق السحر، يعانق الخيال، لأنه ميسي أسطورة أساطير أخرى. عودة للخلف بعد ذلك وصلت باتجاه ماركوس، أكونيا يبحث عن مساندة، تمريرة إلى ميسي، نقلة قصيرة مرة أخرى، الله 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 الله، جمال
جمال جمال، هذا الذي يفعله هو كل الجمال في كرة القدم. بتعود مرة أخرى من الجانب الأيسر لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. ميسي عنده كرة غير متسلل، تمريرة ونقلة بارعة رائعة، عرضية، تصويبة، فرصة ثالث، فرصة ثالث، فرصة ثالث، ما زالت قائمة ثالث. هي له لأنه يستاهل. كره المتس إذن ميسي ما زال يحصد الألقاب، وميسي بكى خلال الاحتفالات عقب نهاية مواجهة بوليفيا بتتويج الفريق بلقب كوبا أمريكا أمام الجماهير الأرجنتينية للمرة الأولى، والتي عادت للمدرجات خلال تلك المواجهة بعد غياب عام ونصف بسبب تداعيات وباء كورونا. وبهذه الأهداف الثلاثة والهاتريك المميز أطاح البرغوث بالرقم التاريخي للنجم البرازيلي بيليه، مؤكدا استمراره في حصد الألقاب التاريخية. أما التعليقات وردود الأفعال كانت حماسية وجاءت مكملة لهذا الحدث الرياضي. إليكم بعضا من تلك التعليقات، والبداية مع تعليق أحمد إبراهيم. يقول أحمد: أعظم لاعب في التاريخ كرة القدم، هنخسر كتير بعدك يا ليو. سبب حبي كرة القدم الأول هو رونالدينهو، والثاني ليو ميسي. أيضا تعليق آخر من ليو كايرو يقول: الأفضل على الإطلاق دون أدنى شك، لا يحتاج إلى تصويت أو شهادات من أحد، عمله داخل الملعب يرد على المشككين. تعليق آخر أيضا من أحمد العراقي يقول: إحنا احتفلنا بالأهداف الثلاثة اللي سجلوهن إيران علينا وانحمسنا بهم، عمي لو عدنا واحد مثل ربع ميسي شان المنتخب العراقي بخير. مع الأسف ما ننتج لاعب مهاجم قوي ويحقق الألقاب، وقاضية بس تفيك وتصريحات وبوزات بالإعلام ومعارك وخلافات. تعليق من أبو عبد المؤمن يقول: بكاءه جاء بعد ضغط كبير خلال السنوات الأخيرة بسبب عدم تتويجه مع المنتخب بلقب، أظن أنه سيلعب كأس عالم بدون ضغط الآن. إذن من هاتريك ميسي المميز والجميل وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج متداول فيه، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله يوم غد مع أحداث جديدة وفيديوهات رائجة ومتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي. أترككم على خير وإلى اللقاء.